يقول السائل الشيخ صالح حفظكم الله، ما الكتب التي تنصحونني بقراءتها في الفقه والعقيدة؟ الكتب المفيدة ولله الحمد كثيرة، الحمد لله، ومتيسرة، والكتب لا شك أنها تتفاوت. أعظم الكتب لا شك أنه كتاب الله عز وجل، أن يقرأه الإنسان بتدبر وتفهم ويقرأ تفسيره الصحيح من كلام أهل العلم، هذا أعظم الكتب، القرآن وتفسيره، ثم أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها من الوحي، وهي فيها الأحكام وفيها التوجيهات وفيها الأخبار وفيها ما يحتاجه الناس، مثل ما في القرآن، قال صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، هذا من نعمة الله عز وجل، هذا موجود ومتوفر ولله الحمد. ثم بعد ذلك الكتب التي ألفها أهل العلم، كتب التوحيد، فمثلا المختصرات في العقيدة مثل ثلاثة الوصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب، كشف الشبهات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، عقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي عقيدة مختصرة جيدة، العقيدة الطحاوية كذلك عقيدة مختصرة وجيدة ويمكن حفظها، وكذلك في الفقه كتب كثيرة ولله الحمد، مثلا آداب المشي إلى الصلاة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هذا فيه أحكام الصلاة وأحكام الزكاة وأحكام الصيام مبسطة وموضحة بأسلوب سهل، وكذلك بعده متن الزاد، زاد المستقنع أو متن الدليل، هي متون مختصرة ومضغوطة لكن فيها علم غزير، وهي اختصرت من أجل الحفظ، من أجل أن يحفظها الإنسان، ولكن هذه الكتب لا بد أن تقرأ على علماء، لا يكتفي الإنسان أنه يقتنيها أو أنه يقرأ فيها أو يحفظها بدون أن يعرضها على عالم من العلماء ويطلب منه شرحها ويتلقى منه شرحها. وكذلك في الحديث مختصرات ومطولة، المختصرات مثل الأربعين النووية وشرحها جامع العلوم والحكم، مثل بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ بن حجر شرحها سبل السلام الصنعاني، ومثل عمدة الأحكام لعبد الغني النابلسي الحنبلي، وهي أحاديث من الصحيحين، الأحاديث المتفق عليها على أبواب الفقه، وله شروح توضحه مثل شرح بن دقيق العيد رحمه الله، أو شرح الشيخ فيصل بن مبارك خلاصة الكلام، شرح عمدة الأحكام، وهو شرح مختصر ومفيد. نعم.